تنظيم المهنيين وإنجاز المناطق المخصصة لهم للنواب المحترمين عزيز رباع عبد القادر عمارة إدريس قلي عدوي عبد العزيز عماري إبراهيم عبيدي صالح الجمالي عيسى أمكيكي موح الجدالي وخديجة حنين من فريق العدالة والتنمية. تفضل السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السؤال ديالنا كيهم واحد الإشكالية كتعيشها أغلب ديال المدن المغربية اللي هي مرتبطة ببعض المهن، النجارة، الحدادة، الكراجات ديال إصلاح السيارات وغيرها، كطرح إشكالات حقيقية السيد الوزير، من جهة بالنسبة للساكنة في موضوعات المرتبطة بالإزعاج، مرتبطة بالسلامة، مرتبطة بالنظافة، ومن جهة هاد المهنيين هذاك هو القوت ديالهم، مصدر القوت ديالهم، فكاين إشكالية والحكومة غائبة، هناك إشكالية ديال تنظيم هؤلاء المهنيين. السؤال ديالنا في العدالة والتنمية دقيق، ماذا فعلت الحكومة لعلاج هذا المشكل؟ تفضل سيد الوزير. أتفق معكم السيد النائب المحترم أن الإشكالية موجودة، فإني لا أتفق معكم حينما تقولون أن الحكومة غائبة. ما يمكنش نغمضوا على عينينا على واحد الإشكالية اللي تنشوفوها كل يوم واللي للأسف تعاني منها المواطنين. فعلا كاين إحياء اللي فيهم نجارة، فيهم صحاب الميكانيك، فيهم الطولية، فيهم إلى غير ذلك، اللي تيخلقوا واحد الإزعاج قوي، واحد التلويث كذلك داخل الفضاء، ولكن الحكومة ما بقاتش ساكتة. كاين واحد الاتفاقية اللي توقعت ما بين الصناعة التقليدية، ما بين وزارة الإسكان، ما بين التجارة والصناعة، لحل هذه الإشكالية، وحل المشكلة راه بدا في عدد من المناطق، مثلا المدن الجديدة، ديال تامسنا، تامسلوح، تامنصورت، هادو فوق تما تتكون شي مشروع من هذا النوع تيتخصص واحد الحي خاص الحرفيين، ولكن كذلك خصنا نحلوا الإشكالية الموجودة. هادشي راه ما ساهلش لعدة أسباب. أولا يجب توفير العقار لنقل هؤلاء الحرفيين، ثانيا خص دوك الحرفيين يبغيو يمشيو، ولكن العمل بدينا فيه، وبدينا في واحد الدراسة باش نحدوا المفهوم، باش نحدوا كذلك الشراكات، باش نحدوا العقارات، وتقدمنا كثير في هذا المجال. الآن وصلنا لتحديد برنامج الاستثمار لعدة مناطق وعدد من المدن، حدوا لنا العقارات في أسفي 5 الهكتارات، عدد من المناطق في طنجة تطوان إلى غير ذلك، والعملية متواصلة لكي نحل إشكالا يدوم منذ سنين، وهو في الحقيقة تراكم اللي بدا هذه مدة، وبالتالي الآن وصلنا لواحد المستوى ديال الوعي الجماعي لحل هذه الإشكالية اللي حنا رانا متقدمين فيها بواحد الشكل كبير جدا. شكرا. شكرا للسيد الوزير. تعقيب سيد النائب. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير. في الحقيقه ممكن اننا نقولوا الحكومه ما غايباش وحال عينيها، ولكن في مدن فارغه مازال ما مسكوناش، هي اللي ذكرتها السيد الوزير. ولذلك السيد الوزير تنأكد لكم ان هذا تتهم جوج شرائح وكلهم مهمشين، ناس عايشين في احياء سكنيه ديالهم باغيين الراحه، ناس اخرين يقلقون ويزعجون راحتهم سواء ب الأصوات والتلوث وغيره من الأمور، ولكن هذه الشريحة بنفسها مكرهون أخوك لبطل، يعني مكرهة لأن هذا هو المصدر للعيش ديالها والعيش ديال العائلات ديالها كلها. ولذلك وحنا تلاحظوا، لازلنا نلاحظ رغم ما تقولون أن هناك يعني ضعف الاهتمام بهذا الموضوع وبهذه الشريحة، وتتجلى هذا الأمر في كون أنه التنظيم ديال هذا القطاع ضعيف جدا، بحيث ان اكثر من 80% الى 90% هذا غير منظم وعشوائي، ثم ان ليس هناك اهتمام بالمناطق الصناعيه بالمناطق الخاصه بهذا النوع من الحرف، ومع الاسف ان هناك تراجع حتى ما قدرناش نتماشوا حتى مع الموروث الثقافي ديالنا، بحيث ان المدن ديالنا تلقاو فيها حي النجارين والحدادين وغيرهم من الامور، تنبغيو نستافدوا من الارث الانساني في كثير من الامور، وتنساو حتى الموروث الثقافي ديالنا احنا كمغاربه. فمن هذه الناحيه، من ناحيه اخرى ان هناك غياب للقرى النموذجيه والمجمعات الحرفيه وحتى اللي موجوده فيها ما اهتميناش بها، ولذلك الا درنا واحد استقراء للاهتمامات ديالكم في الميزانيات ديالكم تلقوا ان هناك اهتمام كبير ربما بالدراسات، وهناك اهتمام كبير
كذلك بالترويج والتسويق للصناعة التقليدية، ولكن البنيات التحتية اللي هي الأساس وهي العمود الفقري وهي اللي خصها تنال ما أهم ما يمكن من استثمارات، للأسف الشديد تلقى أن هناك ضعف كبير. هذا الشيء قلناه لكم في الميزانية الفرعية، قلنا لكم ها ملفات موجودة عندكم، ولكن للأسف الشديد ما كاينش تجاوب، ما كاينش استجابة، ويبدو لي أن الأمر دار لقمان ستبقى على حالها. شكرا لسيدنا المحترم. تعقيب سيد الوزير. فهمت لما تنقول طنجة تطوان، واش طنجة تطوان فارغة من السكان، واش قنيطرة فارغة من السكان، واش وجدة فارغة من السكان؟ هذه النقطة الأولى. اسمح لي سيدنا. النقطة الثانية سادة النواب، من فضلكم سادة النواب، مستشار نائب محترم وفي اللجنة كان الجواب واضح بخصوص البنية التحتية، 50% من الميزانية تمشي للبنية التحتية، ولا أدل على ذلك كل مشاريع ديال المجمعات التي رأت النور في السنوات الأخيرة. و2010 هناك مشاريع جديدة اللي بدأت البناء ديالها، أزرو راه بدأ البناء، خنيفرة راه بدأ البناء، ودمنات راه بدأ البناء، بزو بدأ البناء. هذه هي المشاريع ديال البنية التحتية، هذه هي قرى الصناعة التقليدية، هذه هي المجمعات ديال الصناعة التقليدية باش نوفروا ذاك الوفاء للفضاء للصناع التقليديين باش يشتغلوا. ولكن هذا الشيء ما تيمنعش بأن كاين إشكالية حقيقية، كاين مشكل ديال دوك بعض الحرف اللي موجودين في وسط احياء. شنو هي كيفاش حل هذه المعادله؟ هناك سكان متضررون وهناك حرفيون يقتاتون من ذلك العيش، وهنا اعتقد في هذه المساله خصنا نتعاونوا كاملين، ان العديد كذلك منكم الساده النواب اللي عندهم امكانيه للمساعده في هذا المجال باش نحلوه كاملين، لانه من المسؤوليه ديالنا كاملين ان نحلوه. ومن ناحيه المرور الثقافي فعلا حنا مهتمين بهذه المساله هذه، وتنعرفوا بان ذاك التنظيم اللي كان بكري هذا حين الجارين السمارين المشاطين راه بغينا ترجعوا له كذلك حتى في القانون ديال تنظيم الحرف اللي غادي يوصلكم قريبا ان شاء الله. وشكرا. نشكر السيد الوزير.